أعلنت شركة جوجل عن توحيد معايير الخصوصية لتصفح المستخدمين على مواقعها. هذه الخطوة لاقت معارضة من قبل مراقبين اعتبروا فيها تعديا على خصوصيات المستخدمين لأنها تتيح مشاركة معلوماتهم مع مواقع إنترنت أخرى رديفة. كريستيان فريزر وهذا التقرير. هي مسألة صعبة الاستيعاب حتى على الخبراء. السلطات الفرنسية المختصة تحقق اليوم بمعايير الخصوصية الجديدة لجوجل. فجوجل أطلقت سياسة جديدة تتيح لخدمات الأونلاين أن تتشارك في المعلومات بشأن مستخدميها. هذا يعني عمليا أن المعلومات التي تخزن في خدمة البحث الخاصة بجوجل يمكن أن تستخدم لتحديد نوعية الإعلانات التي تظهر في خدمة جيميل. الأجهزة الفرنسية التي تقود التحقيقات الأوروبية تبدي قلقا بشأن جمع المعلومات عن المستخدمين، وتعتريها الشكوك في أن تكون هذه العملية مخالفة للقوانين. لكن جوجل تقول إن لديها أكثر من 70 وثيقة مختلفة بشأن الخصوصية تغطي منتجاتها، وإن دمج هذه التنظيمات ستجعل من سياسة الخصوصية سهلة الفهم. إلا أن هذا التوجه لجوجل يواجه بمعارضة ترى في الخطوة خطورة ما. هذه التغييرات لم تبرز بوضوح على صفحة جوجل، يجب أن نبحث عنها لنجدها، وهي ملف طويل وملتبس، ومستخدمو جوجل لن يفهموا بالضرورة ما الذي تعنيه لهم، ولا تشرح كيف يمكن أن تختار الخروج، وهو أمر متاح، لكن ذلك غير مفصل. طبعا توجد وسائل لحماية الخصوصية. الطريقة الأسهل لاستخدام جوجل مع الحفاظ على الخصوصية هي أن يتم تصفح الموقع من دون تسجيل الدخول على الحساب الخاص بالمستخدم. يمكن أيضا وقف الإعدادات التي تتيح لجوجل حفظ ذاكرة التصفح. ومعنا في الاستوديو ناصر أبو زخار، أستاذ أمن الإنترنت في جامعة هارتفوردشير. مرحبا بك معنا أستاذ ناصر. يعني ما هي المحاذير والمخاوف في سياسة الخصوصية الجديدة لجوجل والتي تبعث على هذه التحذيرات ومن قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل العديد من الجهات؟ ما حدث هو أن جوجل الآن بدأت سياسة جديدة في التعامل مع بيانات المستخدمين لخدمات جوجل، وهذه السياسة طبعا متعلقة بتبادل معلومات الشخصية لمستخدمي جوجل أو خدمات جوجل مع عدة خدمات أخرى مثل اليوتيوب وجيميل وبلوجر وغيره، وهذا طبعا يمثل سابقة في التعامل مع البيانات الشخصية للمستخدمين. طب الخطورة العملية لمن ليس لديهم دراية بكافة التفاصيل هذه؟ نعم، هذا طبعا وراءه بعض المخاطر، ولهذا كانت هناك محاذير. المخاطر هي في أن يتم تبادل هذه المعلومات بحيث يسمح لأي طرف أن يوصل لهذه المعلومات. في السابق كانت المعلومات فقط محدودة في إطار الخدمة التي يتعامل معها. أعطيك مثال بسيط، مثلا في حالة أن المستخدم يبحث عن مثلا منتج معين أو خدمات معينة في اليوتيوب، في السابق كانت هذه المعلومات لا يتم توزيعها لشركات الدعاية والإعلان والسماح باستخدامها في خدمات يعني أخرى. الذي يدفع جوجل لإدخال هذه التعديلات يعني هو المنافع التي ستكسبها من شركات الدعاية أكيد. والإعلان. طيب طبعا. هل إذا كانت جوجل تصر على هذا ولديها منافع في هذا، كيف نحمي أنفسنا؟ يعني هل هناك من سبيل في ظل هذه التطبيقات الجديدة لحماية المعلومات الشخصية، ولا يعني أصبح الموضوع أن الخايف يروح، يعني من يخشى لا يستخدم الإنترنت؟ هو ما حدث أن الآن جوجل وضعت قائمة بالإرشادات للمستخدمين بحيث أن من لا يريد أن يتم استخدام بياناته فما عليه إلا أن يطلع على هذه الإرشادات وتتبع الخطوات خطوة خطوة بحيث أن تسمح له ما يعرف بتاريخ التصفح، يعني كل معلومات متعلقة بالتصفح السابقة بالإمكان مسحها. وهذا ولكن هنالك مشكلة في هذا الأمر، وهو أول شيء أن ليس كل المستخدمين عندهم مهارات تقنية استخدام تقنية المعلومات بحيث معرفة أين الأماكن بالضبط التي عليه الاطلاع بها. وبالإضافة إلى ذلك أن هذه البيانات سوف تكون منتشرة في عدة مواقع، فبالتالي على المستخدم أن يذهب إلى جوجل لمسح كل البيانات المتعلقة به ويذهب إلى اليوتيوب ويذهب إلى جيميل وهكذا. وهذه طيب. طبعا تتطلب يعني في ظل كل هذا الضجيج والإزعاج والصداع الذي تسببه جوجل باتباع هذه السياسة، هل هناك من سبيل لأن تراجع جوجل
سياسة؟ ربما في حالة أن هنالك ما حدث الآن أن هنالك ضغط من الاتحاد الأوروبي على جوجل بإيقاف هذه السياسة، وهنالك عدة منظمات وأفراد طبعا نشطة في هذا الاتجاه تحاول أن تضغط على جوجل بإيقاف هذا البرنامج، وهنالك أيضا هيئة في فرنسا ما يعرف بهيئة حماية المعلومات اللي هي تعتبر هيئة واتش دوغ الآن على اتصال مع جوجل لوقف هذا الأمر، ولكن سوف نعرف قريبا ما النتيجة في هذا الأمر. شكرا لك أستاذ ناصر أبو زخار، أستاذ أمن الإنترنت في جامعة هارتفيلدشير. إذن مشاهدينا، هذه النشرة انتهت، لكن بإمكانكم دوما متابعة آخر الأخبار والتقارير على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com، وأيضا على صفحتنا على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم كذلك المشاركة بالرأي في البرامج التفاعلية، وأيضا مشاهدة البث الحي لبي بي سي. إلى اللقاء.